ادي جبنا حته القماش الحرير للاخمين وبليناها في ميه وخل صح كده؟ مظبوط. عرفت انا الاسرار برضو. لا لا ميه وخل وفردناها. هنبدا بقى نعمل نوع من الطباعه اللي هو اتكلمنا عنه اللي هو الطباعه بايه؟ بالورق الورد او الشجر او البصل. مظبوط. او الرمان. الرمان ده في الغاليه بقى بتاعت في الميه. تمام في الميه. يلا بينا نبدا. تعال نبتدي بقى ايه؟ ندي لون كده نفرمه كده عشان انا مش هحب يعني احنا هنصبغ بقى الشال ده هنصبغ عليه الوان. مفيش رسمه معينه؟ لا لا خلينا كده نلعب بالالوان ونشوف يطلع الالوان يطلع طبيعي زي ما هو يطلع بالظبط كده. وبعدين هناخد شويه زر ورد. زر الورد ده اللي هو ورد إيه بقى؟ ورد بلدي. ورد بلدي ورد بلدي صغير. ومفروم. نبتدي بقى كده نلعب بيه. ده حضرتك المجففاه وعملاه؟ لا لا ده انا شارياه. انا شارياه. احنا عندنا العطارين من العطارين. من عند العطارين بقى في اي عطار حلو كده من العطارين الحلوه. ريحته حلوه قوي. طب ده لذيذ جدا. ده الواحد يجيبه حتى عامل على المهلبيه وعلى حلو لبنان ويتحط في الشاي. جميل. شوف بعدين ده هيديني كده درجتين لون اصفر فاتح على بني اللي شويه اللي هو قشر البصل. قشر البصل وزر الورد. فنحب بقى نحط شويه إيه بقى؟ ورد. ناخد قطيفه. دي القطيفه لما الورده اهي. ماشي. هناخد كله على بعض. هناخد الورد الورق اللي فيها بلاش ده. يعني عشان هنعمل صبغات مش عايزه اعمل طبع. وزع بقى يا استاذ يسري كده في كل حته. له كميه معينه ولا مش لا 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 حسب الخبره كده يعني. لعبه كده. لعبه. انا حسيت انها فعلا لعبه. ايه حاجه متعه كده. عايز تحط الوان مع بعض. المهم انه ايه طباعه ريحتها حلوه جدا جدا. في ريحه حلوه وجميله جدا. يا ايمان انت المفروض الطباعه دي برضو تعرفيها من زمان ولا جربتيها؟ انا دراستي اصلا طباعه. انا فنون جميله جرافيك. ايوه. فدراستك طباعه. انا دراستي طباعه اصلا. بس خلصت عملت ماجستير في الطباعه برضو. تمام. ومن 2000 هو اللي يحب الطباعه يكمل بقى. بالظبط. من 2018 عملت استوديو برنت ميكنج سيبا. استوديو للطباعه. استوديو للطباعه للاكسبيرمنتال والاول تكنيك. كان فكره يعني اللي يبقى فيه مكان يبقى فيه تجريب اكتر اذا كان للفنانين او لحد عاوز يطلع منتج. وكنت حظي حلو جدا اللي انا قابلت معي. احنا كنا الحوار ابتدى في الاول اللي احنا كنا عايزين نعمل حاجة مصري قديم بس مش اللي موجود في السوق دلوقتي. حاجة طباعة من الحاجات اللي كانت في مصر القديم. في المصري القديم كديزاين وكتقنية. طبعا ما الطباعة الحاجتين لازم يقوم مع بعض. التقنية ازاي هنعمل ده والرسومات نفسها عبارة عن ايه. فاحنا ابتديناها من الاول خالص. ابتدينا نبص على ورق الشجر زي ما المصري القديم كان بيبص على ورق الشجر وفي حروف معينه وفي ورق معين احنا بقينا مسميينه حاجات بالمصري القديم. لان كدراسه انت بتعرف ان المصري القديم اتاثر بده وهو بيعمل الحرف ده او اتاثر بده وهو بيطلع المبدا ده. فابتدينا بقى ناخد ده ونعمله بس المصريين اللي عايشين في 2018. اول حاجه لما التقيتوا في نقطه انكم هتعملوا افكار مع بعض او مشروع مع بعض، اول نوع طباعه فكرتوا فيه ايه؟ هو ده؟ لا، اول نوع طباعه كان البوتانيكال اللي هو بالاحبار العاديه. لان كان في نفس الوقت هو انه اللي هو بتاع الشمس. لا مش بتاع الشمس. لا ورقه الشجر اللي مسبوق. ممكن اعمل كده لو عايز. اللي احنا مستخدمين احنا مش هنحط حاجه هنا خلاص. ده هيجي ده. ده هيجي عشان. واحنا ايه الالوان اللي حطيناها؟ احنا حطينا كركم. انا حسيت بكده برضو. حسيت ان في كركم. ريحته طلعت صح. حطينا كركم وحطينا ختميه. الاحمر دوت صبغه بجيبها من المكسيك.
من المكسيك. اسمها كوشينيل. الكوشينيل ده بتاعنا هنا، الكركم بتاعنا بس. فظبطنا كده اهوت حته القماش. جميل. هنديها كده اهوت حبه كده في النص اصفر. فين بقى تاني؟ هنا. بس نصها. وهقوم قاسمها. مش هو الطباعه هنا. ما انا عايزه وش وضهر. عشان تدي اللون وش وضهر، لانه الشال بيبقى الناحيه الثانيه. ده شال، فلازم يبقى مطبوع يعني شويه من بس الحتين. هندي بس في النص عشان هقفل عليه وخلاص. بالورد. سيب الورد. ما تيجي نحط حبه عصفر، ندي اورانج كده شويه. انا شايف عصفر، وشايف اللي جنبه ده ايه؟ ال ده خشب صندل. نحط خشب صندل كمان؟ لا، هيقطع لي القماش عشان ناشف. بس العصفر بقى ده لونه من احلى الالوان اللي انا بحبها. العصفر ده اللي هو بتاع الليمون المعصفر، يعني برده من العطار. بالظبط. احنا كل حاجه النهارده طبيعيه. الحرير الطبيعي من اخميم. احلى احلى. والورد القطيفه. والعصفر، ورق البصل. تمام. بس كده حجم المثبتات، الحلة نفسها، المعدن بتاع الحلة بيديني اختلاف في اللون بتاع الطبق. لما احب اثبت اللون بقى بعد كده. يعني هو احنا كده بنبرم ده. بنبرمه. ولازم يدك جامد عشان اللون، عشان الحاجة تمسك في بعض. انتوا بتلعبوا اللعبه دي كل يوم ولا يعني ايام معينه في الاسبوع عشان تطلعوا منتج؟ لا، يعني يومين في الاسبوع على الاقل. عايز اي حد يجي برضو يجرب معاهم.